مجدي مساء الخير. تحيه لحضرتك احمد بيه وتحيه لمشاهدين حضرتك. ما الذي يجري في القاهره الخديويه؟ هل بالفعل بيتم هدم الاثار الاسلاميه والتاريخيه اللي موجوده؟ مع تقديري لكل الاراء التي قيلت، ودي شيء جيد جدا جدا، وتقديري لارائهم ويعني واللي حصل، ولكن انا شايف ان في جزء منه، يعني جزء كبير من هذا الكلام هو جاي نتيجه عدم الفهم بين الاثر وغيره. بدليل ان في نفس المنطقه او في منطقه الامام الشافعي هناك حوش الباشا، منطقه حوش الباشا هي نفس الفتره بنفس التاريخ ومدفون فيها ابراهيم باشا، وحضرتك تعرف من هو ابراهيم باشا اللي هو يعني كان مؤسس الجيش المصري وعباس وعباس الاول، وموجودين ابناء كتير جدا من محمد علي، دول ابرزهم موجودين ومتسجلين تبع الاثار. هناك مجموعه من القواعد المبدئية، هو احنا بنتكلم قانون ولا هوا؟ احنا بنتكلم قانون، فقانون الاثار 117 سنه 83 وضع مبنى الضوابط والشروط والاشتراط الخاصه بتسجيل المبنى كاثر، بدليل حضرتك ان بجواره مباشره من نفس الفتره ومن نفس العائله ونفس الظروف ونفس كل شيء ومتسجل. وبالتالي انا بس شامم ريحه مش جيده. حضرتك تقول لي ليه؟ هقول لحضرتك لان احنا لسه يوم الاربع فرحانين بالافتتاح التجريبي للمتحف المصري الكبير. ايوه وثاني صح. حاجه الفيديو اللي حصل الاول امبارح، هو فيديو دعابي اللي هو فيديو الكلب، وكنا برضو عامل نوع من الدعايه. فانا شامم، انا بقول للناس المخلصين حقكم وعلى راسي وكل كلمه بتقولوها، لكن احنا مش عايزين نصعد النغمه عشان ده بيداري على ده. فابوس ايديكم، احنا داخلين على موسم في ناس في بيوتها بتستناه من السنه للسنه، فاحنا ارجوكم كل سائح بيجي بيدفع دولار، انا وحضرتك وكل الناس بتستفيد من هذا الدولار واليورو، ارجوكم يعني ارجوكم ما نيجي نتكلم نهدى شويه ونسال زي ما حضرتك قلت في الاول، انا اهل العلم زي ما بيقولوا، ادي العيش لخبازه. فانا بقول لحضرتك ان هذا المكان هو مكان لا يخضع للاثار، بدليل ان في نفس المنطقه في اكثر من 200 اثر مسجل. ولكن مع كل تقديري لهذه الاراء، انا ادعو، وحضرتك يمكن تابعت ان السيد الرئيس كان في سنه 23 في سنه السنه اللي فاتت 12 يونيو كان طلب من السيد رئيس الوزراء بتشكيل لجنه لهذا الموضوع. اتمنى من السيد رئيس الوزراء، وانا اعلم ان مشاغله كثيره، ان هذه اللجنه تبدا تتكلم، لان عندنا مشكله يا احمد بيه ان قوانين متداخله في بعضها. لان للاسف عندنا قانون خاص بالاثار، وهناك قانون خاص بالتراث والمباني غير الآلة للسقوط تبع وزارة الثقافة، وهناك تبع الجبانات تبع المحافظة، فكل حاجة في قانون. فلماذا لا يكون هناك نستغل الفرصة بقى ونقعد نعمل قانون موحد لكل هذه المباني؟ الناس اللي ما تعرفوش ان احنا القاهرة كلها مضمونة ليونسكو، لا تستطيع مصر هدم اي اثر. ليه؟ لان اذا كانت الاثر دي موجود في مصر لكنها تبقى اشراف اليونسكو، فكيف تستطيع مصر هدم اثر ده؟ يا فندم احنا في دستور 2014 احنا وضعنا ثلاث مواد للايه في باب المقاومات الثقافيه لحمايه التراث، ولو بصيت حضرتك على دستور 2012 كان هي ماده واحده، وكانت واضعه اطار مع يعني المنشات السياحيه والبحار وغيرها. فكيف لدوله وضع ثلاث مواد في دستورها لحمايه الاثار والتراث، واحنا شايفين ما تم مجهود في المتحف المصري، وكلنا كنا يوم الاربع بالرغم ان احنا جوه كفاح تجريبي كلنا كنا راسنا للسماء، وارجو ان حضرتك تروح لهذا المكان. والفيديو لما حصل رحنا واشتغلنا وعملنا تقرير واشتغلنا كل ده. فاحنا بحس ان في دايما كده بعد اي فرحه للمصريين لازم حد يقول لنا ايه، خلوا بالكم يا جماعه، ارحمونا ارجوكم، عايزين بلدنا. وانت عارف حضرتك السياحه، احنا ما صدقنا في العشر شهور اللي فاتوا جالنا 10 مليون سايح، ومتوقع ان شاء الله نهايه العام يجي لنا 15 مليون، وده رقم لم يقرر من غايه 2010. فنرجو ان احنا نهدى، حتى لو بنحب بلدنا بلاش يعني الدنيا دي كلها، لان اللي بيحصل ان اللي بره بياخدوا انطباع غير جيد. وللاسف هناك بعض الاعلاميين المشهورين اللي بداوا يخشوا على الخط، اهدوا يا جماعه البلد شويه، والله احنا 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 يعني مش ناقصين زي بيقولوا، ويكفي فخرا ان رغم كل مشاكل على الحدود احنا منورين. فان حضرتك يعني لو جبت هذا الموضوع بالمنطق والله ما يحصل، ازاي دوله على حدود كل هذه المشاكل ويجي لها 10 مليون سايح؟ بسم الله ما شاء الله، ارجوكم نخف شويه على بلدنا. طيب، لان محتاجين هذا الموضوع. كلام حضرتك كلام مهم، ولكن انا مع ايضا انه في اصوات وطنيه، اصوات خايفه على بلدها. طبعا فاللي خايف على بلده ده اللي انا بتكلم معاه، انما اللي دايما شايف كل حاجه بيسوتها ماليش علاقه بيه، ما بتكلمش معاه. لكن انا عايز كمان الرساله للناس اللي بيحبوا بلدهم، وهو مش متخصص في الاثار، هو لقى قبه فقال لك الحق اثر بقاله اكتر 100 سنه، ازاي بتهدوه وازاي بتعملوا كده؟ اشرح لنا يا فندم، هل القبه او غيرها دول اثار ولا مش اثار؟
القبه ليست، هذه القبه ليست في نطاق الاثار قانون 117 سنه 83 وضع مجموعه من الضوابط. وبقول لحضرتك حاجه ثانيه، بلاش كلمه 100 سنه، قصر البارون يا فندم مبني سنه 1902 لم يمر عليه في يعني من ساعه ما بدانا ترميمه 100 سنه، ولكن بالرغم من ذلك ايه اللي حصل؟ الدوله ضمته لقيت وجدت فيها مجموعه من الاشتراطات اللي هي متسقه مع القانون، لكن هذه القبه الاشتراطات اللي فيها غير موجوده. حتى العصر بتاعها او المبنى بتاعها بيسموه نيو مملوك. يعني ايه نيو مملوك يا احمد بيه؟ يعني هي بتشبه العصر المملوك. وهجيب لحضرتك نموذج بسيط جدا. لو حضرتك رحت للراجل اللي هو الخياط وقلت له انا عايزك تعمل لي بدله زي اللي كان لابسها عبد الحليم في مثلا في فيلم كذا، هل لو حضرتك عملها لك نفس النموذج هل هتاخد نفس القدم والاهميه بتاعت البدله بتاعت عبد الحليم؟ اعتقد الموضوع لا. فاحنا لازم نفكر ألف مره قبل ما نقول هذا اثر او غير اثر. انما القبة بتاعت المستولدة بتاعت محمد علي هي بقى لها 155 سنة، ولكن بقى الشروط والاشتراطات الخاصة بضمها الى الاثار لغير مناسبة، وبالتالي لم تضم، وبالتالي ان احنا لازم نقول طب الكلام. طالما هي اكتر 100 سنة ليه ما ضمنهاش؟ ما هي مش بس التاريخ يا فندم، اصل حضرتك لو قلت يا فندم معلش اشرح لي، انا راجل يعني عايز افهم انا لا كمان. لا يا فندم لا، ما هو حضرتك 100 سنة مع مجموعة من الضوابط الفنية والمعمارية والزخرفية تنطبق على المبنى او لا تنطبق. يعني انا عندي في مباني اخرى ممكن ان شاء الله يكون بقى له 1000 سنه، ولكن ما فيش ميزه فنيه او ما فيش في زخارف معينه، وبالتالي لا تنطبق عليه بقى الشروط فلا يضم. لو حضرتك يعني القانون يا مجدي بيه اللي لا يعني ممكن حاجه بقى لها 100 سنه او اكتر لا ينطبق عليها القانون ما تبقاش اثر. تماما يا فندم. لا هو القانون ما قالش 100 سنه بس. الناس بتجيب كلمه 100 سنه دي كلمه عامه، ولكن 100 سنه دي انا بقول لحضرتك كلمه 100 سنه دي هي في الاول، ولكن احنا نستطيع ان هم مره شالت 100 سنه وضموا زي بقول لحضرتك قصر بارون، وبالتالي ويكون عدى عليه 1000 سنه وما اقدرش اضمه لانه ما فيش ميزه، وبالتالي وفي قانون بينظم هذا الموضوع بدليل لحضرتك القاهره الخديويه اللي هي وسط البلد كلها.